السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، نزلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم رجل يلمسني في المنام. يعني إيه أشوف رجل غريب وبيقوم بالتلامس بيلمس جسمي؟ ربما ترى المرأة أو البنت أن هناك رجل غريب مثلا يلمس فخذها أو شعرها أو جسدها بصفة عامة. هنا بنسأل، التلامس اللي حصل من الرجل الغريب في المنام هل كان بشهوة ولا بغير شهوة؟ إذا كان التلامس بشهوة فهذه الرؤية ربما تدل على بعض الأمور الغير سارة بالنسبة للبنت العزباء، وأحيانا تدل على أن هناك بعض المواقف المحرجة التي سوف تتعرض إليها في الفترة المقبلة. وإذا رأت أيضا أن رجلا يلمس فخذها في المنام فهذه الرؤية تدل على بعض الأمور السيئة التي سوف تحدث لها، ومع شديد الأسف، أو ربما تدل على بعض الأزمات والصعوبات التي سوف تتعرض إليها في الفترة القادمة. أما لو رأت هذه الرؤية، نفس الرؤية، المرأة المتزوجة، فهذه الرؤية تدل على بعض المشاكل التي سوف تحدث مع زوجها في الفترة القادمة. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أن هناك رجلا يعني يقوم بتلامس جسدها بالنسبة يعني في أي منطقة هو يتلامس معها في جسدها، هذه الرؤية ربما تدل على أن هناك بعض الأمور التي يعني تجعلها تشعر بعدم الاستقرار مع الزوج، فهي رؤية ينبغي أن تنتبه إليها هذه المرأة علشان خاطر يعني تحاول بقدر الإمكان تتخطى هذه المشاكل وتعود حياتها مستقرة كما كانت. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.